هاي اهلا بيك. شلونك؟ عاش من شافك. عاش من شافك والله. شلونك؟ عاشت ايامك. الحمد لله. وانت مليحه؟ الحمد لله انا منيحه، ما طولت تنيح. الحمد لله. العبي جوله، نلعب مع اختي جوله. المهم الدخله معك انت جت منيح يا عمري. شلونك؟ راكي مليحه؟ ارتحتي شويه؟ والله الحمد لله الحمد لله. انت زين؟ الحمد لله. والله راكي منوره. قبل ما ذيك خضره كي طلعت معاك كنت شوي، بصح اليوم راكي منوره ما شاء الله. انا كل يوم منوره، وطولكم انتم معاي ومساندني. يخصك معاي انا بخير. يخصك عريس برك، راك قريب تدبري عريس. لا لا انا ما اريد عريس. علاه؟ لا لا ديري عريس. لا لا عريس. وتولي مليحه وتولي مبسوطه وتولي. والله تحياتي لك وتحياتي لجيشك. الله يسلمك. حتى انا نحبك والله نحبك، وربي يشافيك ان شاء الله وربي معاك. شوف ابو جمعه، انا راح اقول لك كلمه، انت اخ عزيز علي والله العظيم. حتى انا انت عزيزه علي واحبك في الله والله. وانت تعجبيني كي نشوفك هاك تضحكي ومبسوطه. يجب عليك، اسمعيني، يجب عليك تكوني كما نقولوا احنا، تكوني قدوه للناس اللي مرضى، يعني هذوك اللي ما يتفائلوا خير وتسيبيهم ما يعني عندهم احباط في المعنويات. انت لازم تكوني جاده. ان شاء الله. ولازم تكوني مثابره. ان شاء الله. والله انا قويه ومثابره. قويه لازم تكوني قويه. لازم تكوني قويه. وانت قويه، انا اعرف انك قويه. لو ما كنت قويه ما تكوني هنا في اللايف، ما تكوني في المباشر لو ما تكوني قويه. والله انا لو مو قويه ما واجه مجتمع، ما واجه لايف، ما واجه تنمر، ما واجه يعني. اسمعني نقول لك واحد الكلام وحطيه في مخك مليح. انت قلتي لي واحد الكلمه، انا نقبض ديما الكلمه الحساسه اللي انا نهضر معك فيها. يعني انت قلتي لي انا نواجه التنمر، يعني التنمر كاين بعض العباد ما يطلقوا لا مريضه لا معوقه لا صحيح، ما يطلقوا ولا واحد، يعني يتنمروا على اي انسان. استغفر الله يا ربي، راهم يتنمروا على الحيوان، الحيوان تبيهم يتنمروا عليه. يعني انت هذه الامور خليها من وراك، فهمتيني؟ هذه الامور خليها وراك، يعني انت دائما خمي في المستقبل، خمي للامام، خمي ديما تكوني قويه وجاده، يعني حتى واحد ما يعمل لك احباط في المعنويات، يعني انت ما تخلي مورالك يهبط لك ان شاء الله. والله كلامك، شوف كلامك يحفزني انه انا اكون استمر في هذا البرنامج. لازم تستمري ولازم تنبسطي ولازم تضحكي. لو مثلا تكوني يعني شويه متشمئزه وشويه تعبانه ومرهقه وشويه فيك هكا احباط، لكن انت ما تبيني، يعني ما تبيني. لازم تكوني انت ديما تضحكي، ديما مبسوطه، ديما فهمتي وحدك تطلعي مورالك وحدك. ان شاء الله. اريد اقول لك شيء. تفضلي. اريد اللي عندك يضيفوني بس. ان شاء الله هم يسمعوك، يعني انت طلباتك عندي انا والله مقبوله، وعلاه نحبك يا اختي. وانا صدقيني انا احكي معك بجد، انا شوفي ما نقدرش نقول المعاقين، لا انا ذي الكلمه ما نحبهاش وما نحبش نقولها، يعني نقول يعني المقدر عليهم، يعني انت خلق الله، هذا خلق ربي سبحانه. ولا لو كنت مثلا
ولدتي بصحة جيدة وعملتي يعني حادث ولا وصارت لك إعاقة، هذا قدر الله ما شاء فعل. يعني هذه أمور بيد ربنا، وانت لا تيأسي من ربنا. ربنا يعني مدام نقص لك في حاجة أو أعطاك حاجة، أنت ربي نقص لك في حاجة، اسمعيني، ربي نقص لك في حاجة يعني إعاقة خفيفة ولا، لكن أعطاك ذكاء، أعطاك أعين، أعطاك لسان بتذكري ربي، أعطاك لسان بتتكلمي معانا ونفهموك، فاهمين صحيح ولا، أعطاك السمع صحيح ولا لا؟ الحمد لله الحمد لله. أنا راح أقول لك شيء، أنا الحمد لله عندي إيمان برب العالمين وعندي الحمد لله. الحمد لله أنا رب العالمين مخليني بهاي الحالة لأن أنا الله ميزني عن غيري. الحمد لله الحمد لله. يا رب العالمين ميزني عن غيري. ربي يحفظك وربي يعطيك ما تتمناي وتهلاي لي في صحتك، ونلتقي مرة أخرى، نلتقي أنا وياك ونحكي إن شاء الله. تهلاي لي في روحك وربي معك. سلام سلام سلام. ربي يحفظك. الفول والبلحات. السلام عليكم. وعليك السلام. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. او ما كنتش تسمع؟ لاباس راني مليح. وانت يا وانت راكي مليحة؟ صافا الله ينورك. كونيكسيون ثقيلة. يا ربي كولك شيو قليلة ثقيلة. وانت يا اخي والله غير لاباس الحمد لله. ها وانت يا منين؟ لا مش تسمع هذه كونيكسيون عندي ثقيلة شوية. ها وانا كونيكسيون ثقيلة. مواعيد القتل. عافين اخويا. عسلامة. أول حسرة وعندك الحس الحسرة ويدير مبارك شوية تشش راي تشتش تليفون تاعك تليفونك ما فيه الحس. يلا الله غالب الله غالب والله ماني نسمع فيك يا اختي والله ماني نسمع فيك. او عندك الصوت عندك راه مخلبط كاع راه مخلبط. الله الله غالب والله انا نسمع فيك واضح جدا. وتحيه ليك تحيه لكاع الجزيريه اللي على عيننا وعلى راسنا واللي موجودين معنا واللي موجودين معاك متابعينك ايضا. الله يسلمك ومرحبا بك. انت استاذه ولا واش تخدمي انت؟ جمعة هو عندك مبرك ما شاء الله روحانية قوية لأني أنا بالأصل أصير الإنسانية، بس أنا الآن بلايف بعمل أبراج وقراءات وبث طاقات إيجابية. ما بعرف عاد أنت من الناس اللي تشوف لا 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 خيتي.